أرحب فيك دكتور غسان شماس، صباح الخير مجددا. وبدي كمان أرجع أذكر ببيان قيادة الجيش يلي قال فيه أنه خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق بمسافة 400 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسي، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة. وكنا شفنا من شوي نحن وياك تابعنا زميلنا محمد فرحات يلي كمان تحدث معنا عن هذا يعني هذا الخرق إذا بدنا نسميه، ورجعوا انسحبوا. بس بكل الأحوال صباحا وفجرا صار في عملية بالعديسة وتصدت لها قوات حزب الله وأصابت بالقوى العدو الإسرائيلي إصابات خطيرة كمان، بعد ما في توضيح من الإسرائيليين، بس الأكيد أنه في قتلى وجرحى. دكتور شماس، نحن دائما عم نتابع بالأمن وبالسياسة، بس في شيء خاصه بالاقتصاد ولو ما معنا بقى كثير وقت لأنه بسبب هذه التغطية المباشرة. الاقتصاد اليوم اقتصاد الحرب، كيف صار في تعميمين، حتى فوت دغري مباشرة بالموضوع، في تعميمين صار لمصرف المحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، التعميم رقم 166 و158 أتاحوا للبنانيين أنه يسحبوا هلأ بشهر تشرين أول ثلاث مرات $400 اللي هي كانت شهريا لحتى يسيسروا أمورهم. بدي تخبرني شوي عن هذا هول التعميمين. أول شيء صباح الخير للجميع وبتشكركم على الاستضافة، والله يحمي الجميع خصوصا زملائكم يلي هني على الخط الأمامي والجميع، وصلواتنا وقلوبنا مع الجميع. هلأ هني هول التعميمين ما طلعوا جديد، كانوا بيتيحوا للمواطن اللبناني المودع أنه يسحب $400، ورجعوا بعدين قالوا اللي ما صح له 400 بيقدر يسحب 300. كمان رجع إجا تعميم جديد يلي هو بيقدر بيسحب 150. اليوم طلع تعميم استثنائي بيقول يلي عم بيستفيدوا من هالتعميمين، نعم، يلي بيسحب 400 300 او 150 له حق بتشرين الاول هلا هالشهر نحن فيه، ولي مره واحده فقط انه يسحب ثلاث مرات القيمه اذا كانت متاحه موجوده له بحسابه. اذا اللي كان يسحب 400 عم بيسحب 1200، مفروض يكون بلشوا يسحبوا المودعين هالقيمة. يلي كان بيسحب 300 بيسحب 900، واللي كان مسمح له يسحب فقط 150 صار بيقدر يسحب 450 بالعملة الأجنبية دولار فريش. نعم، وهيدا هيدا هالكمية. شو أهمية هذا الموضوع هلا بالنسبة للبنانيين، خصوصا أنه هولي كاش عم ينسحبوا؟ نعم. وكمان دكتور وسيم منصوري عم بيجرب يحد من اقتصاد الكاش. نعم، هلا مش بالضرورة إذا انطرح، هلا خلينا نتفق، هالكمية هاي اللي قرروها تنسحب هالشهر هيدا تقريبا قيمتها بين 300 و 350 مليون دولار حسب الحسابات، تقديراتنا نحن قد نكون مخطئين. نعم. هلا منين اجت هالمصاري؟ نصها من المصرف المركزي والنص الثاني من البنك. يعني نصها من احتياطي المصرف المركزي رح يعطيها للبنوك، وبيطرحها من الحساب الجاري اللي موجود بينه وبين المصارف، والنص الثاني من المصارف نفسها اللي هي بلشت ترجع ترد اذا بدك المصريات العالم بطريقه من الطرق. وهيدي نقطه كثير كثير مهمه حضرتك طرحتيها وذكيه بالفعل كلمه ترجع ترد، واذا بدك هلا بنفتح هالمجال. اليوم السوق رح يكون في افيلابيلتي 300 مليون دولار لنفترض كاش، وهذا شيء كثير منيح وبيساعد كثير العالم، وخاصه انه نحن اليوم بفترة استثنائية جدا، في كتير عالم بحاجة لكاش. نعم. في عالم اليوم تركت بيوتها او صح. عم تساعد ناس تركي بيوتها، وهذا شيء كتير منيح. واللي اصطادوا بالماء العكر وقالوا كمية هالكاش اللي غرقت السوق بين الهلالين، وانا لا انتمي الى هالفكرة، انه هيدي رح تغير سعر صرف العملة، لا ما بعتقد، لانه بعدنا نحن في تجفيف للليرة اللبنانية بالسوق. قد ما كان في دولار بالسوق بيكون أحسن، لأنه أنا بالدولار بشتري لبناني ما ببيع لبناني، فأنا عم بسحب دولار من السوق مش عم بطرح دولار بالسوق. لذلك أنا بعتقد بالعكس بتزيد قوة الاستقرار سعر الصرف اليوم موجود على 89 فاصلة شوي، وبالعكس ما بتزيد من قيمة
الاكستريج ريت يعني. نعم. طيب هذا الموضوع يعني برايك كان مفيد للبنانيين بهذا الشهر لانه في حرب ولانه في حاجه كبيره للمال ولانه ورقهم انه محجوزه، فهو لقى انه طريقه انه هو يدفع بالمصرف المركزي والمصارف تبلش ترد هذه الودائع. من وين عم يعني المصارف من وين عم بتجيب هيدي المصريات؟ المصارف على اساس هي انه نصها مقفلس او ما بعرف هلا هون مش مقفلس بس انه بازمه يعني. سؤالك جدا جدا ذكي وكثير بمحله برايي انا مثل كل اسئلتك طبعا وانت بتعرف هالشيء. هيدي اذا بدي خلينا نشوف الصوره الكبيره، هيدي بتدحض كل النظريات يلي بتيجي بتقول البنوكي ما معها وما فيها. انا ما عم بقول البنوكي منا مزعوجه، منا بضايقه كثير، انا بالعكس انا مع اعاده الهيكله الشامله والكليه، لكن لحتى انا دافع عن هالقطاع بيجي بعمل خطه بقول نص المصريات متاحه او لا وبعمل هيركات وبعطيك بس غايه 100,000 و50,000 و200,000، لا انا بعتقد بينحط خطه مشابهة للي اليوم عم بينعمل. طبعا احنا عملناها لمرة واحدة فقط لكن انوجدت المصاري. طيب اذا نحن جينا عملنا هاللي مرة واحدة فقط وجينا عملناها 10-15-20 مرة بظرف 10 سنين نكون ردينا الودائع، لا عملت هركات ولا فوت متاحة وغير متاحة. طيب لكن خليني اقول للبنانيين هلا يلي عم... أنا. لا خليني اقول للبنانيين وتحديدا للنازحين من بيوتهم يلي هن يعني هلا نزحوا وفلوا بحاجة لمصاري كاش، انه هو التعميم باكتوبر، اليوم نحن 1 اكتوبر فينا نسحب، اليوم بلشنا من اليوم نقدر نسحب يلي كان يستفيد من هيدا التعميم تبع ال $400 يعني اللي كان يسحب 400 اليوم يسحب 1200 دولار لحتى يسحب 900. برايك وبمعلوماتك مصرف لبنان يعني رح يرجع يعيد هيدا التعميم اذا كفت حاله الناس هيك؟ ما بعتقد في مانع انه هالشي يصير. اولا لسببين، السبب الاول انه مدروسه دوزيفايد، يعني مش مثل ايام صيرفة ما كنا نعرف شو بده ينصرف شو بده يطلع شو، لا ممكن نعملها، ممكن نعملها شهر بعده نعملها شهر اللي بعده. نعم ممكن تصير هلا اكيد تطلع البنوك بتقول لك معنا ولا لا معكم، منين عم بتجيب البنوك حضرتك سالتي؟ البنك بكتير هيك حساب بسيط، البنوك عم تربح تقريبا بين 10-20 أو 30 مليون دولار كل شهر فقط لتسلم وتسحب العالم كاش. نعم. على الكوميسيون اللي هن عم بيعملوها في ارباح، ما انه ما في ارباح، وطبعا في مواد في اموال خاصه. فانا بعتقد خطه يعني انا عم بستفيد من هالوقت لاقول يا جماعه نحن فريق كتير من المحللين السياسيين الاقتصاديين بالبلد وانا واحد منهم كنا عم نقول في طريقه لان نرجع الودائع للعالم تنعمل حساب على ورقه وقلم، مش انه بالهرش. هيدي جزء من 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 محاولة لأنه واحد يفكر يبني عليها على مدى طويل ليقدر يعمل شيء. نعم. طيب هلا أنا يعني مبسوطة إنه الحوار عم بيصير سريع وأنا بدي يكون سريع لحتى نقدر نستفيد أكثر من المعلومات بظل المقاطعة المستمرة بسبب النقل المباشر. نحن الحرب نستنا كثير أشياء، ولكن نحن كنا قبل هذه الحرب ما إذا بدك تتصاعد كنا عم نحكي عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وكنا عم نحكي عن تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية وقديش هذا الشيء رح يأثر سلبا، والمطالب اليوم الموجهة مباشرة إلى مصرف لبنان لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية. أنا بدي أسألك أول شيء، بعد لبنان تحت هذا الخطر أو اليوم في وضع استثنائي ترف فيه هذه الدول تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما فيك تجي تحط بلد عم يتدمر بالحرب على اللائحة الرمادية؟ انا بعتقد نحن من حيث المبدا في معطيات عنا باقتصادنا بيخلي المصارف الخارجيه تفكر انه في عندهم ريسك معين انه يشتغلوا معنا، ليه؟ لان عندنا كاش كتير بالسوق يلي هو اقتصاد الكاش. اما انا بعتبر انه لبنان الان ليس هو بمنأى عن قضيه الوضع على اللائحه الرماديه بحكم الحاله اللي نحن موجودين فيها. لكن حتى لو وضعنا على اللائحه الرماديه انا ما بعتقد انه هالشيء بيمثل خطر كتير كبير علينا.
اللائحة السوداء صار غير قصة، بس حتى اللائحة الرمادية بيضل في عنا طريقة أن نشتغل. رح أحكي معك شو هي الطرق اليوم يلي عم نعملها مصرف لبنان لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، بس كمان مباشرة لعن زميلنا ريكاردو شديه يلي عم بتابع الجولة من الضاحية الجنوبية. ريكاردو صباح الخير مجددا، شفناك طبعا من شوي وشفنا المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف يلي كان له كلام ملفت جدا. تفضل ريكاردو، وين صرتوا بهيدي الجولة؟ طيب ريكاردو، اذا نحن مع ريكاردو شديق يلي هو بالضاحيه الجنوبيه. دكتور شماس، كنا عم نتابع قبل ما نفوت على الاستوديو انا وياك هذه الجوله، والمسؤول الاعلامي محمد عفيف يلي قال انه الحزب والمقاومه بجهوزيه كامله للالتحام البري مع القوات الاسرائيليه، قوات العدو الاسرائيلي، وقال انه يعني نفى ان يكون هناك أسلحة ومخازن أسلحة في الأبنية التي قصفها غار عليها البارحة ليلا العدو الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، وقال أيضا بأنه لم يحصل أي خرق قبل يعني حديثه على الحدود اللبنانية. بعتقد ريكاردو صار جاهز. ريكاردو، يلا يلا. نعم جوزيفين، ضمن الجولة الميدانية هنا في الضاحية الجنوبية التي تنظمها دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله، وصلنا قبل قليل إلى المحطة الأولى وهي تلفزيون الصراط الثقافي الذي مني بدمار كبير في المبنى الذي يتواجد فيه، إضافة إلى المباني السكنية المحيطة. كانت صورة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ترتفع فوق تلفزيون الصراط. توجهنا بعدها إلى المبنى السكني المستهدف بالقرب من مجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس، وها نحن الآن مستمرون في هذه الجولة الميدانية التي تنظمها دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله. وكما يظهر بعدسة الزميل علي سالم، المبنى المستهدف هو مبنى سكني عمليا ومستهدف بالضربة العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الرويس في 48 ساعة الأخيرة. يمكن أن نرى بعدسة كاميرا الجديد الدمار الكبير الذي لحق بالمحلات التجارية والمنازل، ويعني يمكن أن نقول أن الأرضية هنا، أرضية المباني السكنية، تم ترميدها بشكل كامل. نرى الزجاج هنا، في الزجاج المتطاير من الشقق السكنية هنا في منطقة الرويس أرضا. نرى يعني دمارا كبيرا في المنازل ودمارا كبيرا في السيارات أيضا. أعيد وأذكر جوزيفين أن ما لا يقل عن 100 صحافي ومصور ومراسل يشاركون في هذه الجولة الميدانية التي تنظمها دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله. منذ الساعة الواحدة انطلقت هذه الجولة من حي ماضي في الضاحية الجنوبية، وهي تستمر حتى الآن، ونستطيع أن نرى بعدسة كاميرا الجديد الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمباني المستهدفة هنا في منطقة الرويس. تجدر الإشارة أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى. يمكن سماع طائرات الاستطلاع بوضوح من هنا من مكان تواجدنا في الرويس الضاحية الجنوبية. أريد أن أشير هنا
جوزيفين إلى أن عدد الشهداء والجرحى الناجم عن الضربات العدوانية إن التي استهدفت منطقة الرويس أو الغارات الأخرى التي شملها العدوان الإسرائيلي هنا في الضاحية الجنوبية لم يحصى بشكل دقيق حتى الآن. لا وزارة الصحة ولا جهات حزبية أو رسمية أخرى تمكنت حتى الآن من تقديم إحصاء واضح لعدد الشهداء والجرحى الناتج عن الضربات العدوانية الإسرائيلية المتتالية منذ ليل 23 من أيلول. كل ما يمكن قوله حتى الآن أن الضاحية تحولت إلى يعني أرضية مدمرة للمحلات التجارية والمنازل ومختلف المحلات التي يمكن أن نراها بعدسة الزميل علي سالم. يعني كنا قد رأينا قبل قليل حركة كبيرة لسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ هنا في الضاحية الجنوبية. أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن عمليات رفع الأنقاض وحتى هذه اللحظة التي نجول فيها في الضاحية الجنوبية لم تتوقف أبدا، وهو ما أدى إلى سحب دخانية كثيفة تتصاعد من مناطق الضاحية الجنوبية. حضرتك نحن نرى معك الضاحية. كنت عم تقلي بدك تتوجه برسالة مباشرة للعدو الإسرائيلي، شو بدكم تقولوا له اليوم؟ نحن صامدون ولن نترك السلاح، وعجبها عنا أعداد ما تتزايد عن الآلاف، وجاهزين لإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل. ولبيك يا نصر الله، والله والأستاذ نبيه بري. نعم سمعنا هذه الصرخة. نعم ريكاردو الجنوبية كما نرى فإن هناك عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية التي تجول هنا معنا ضمن الجولة الميدانية التي يقوم أو ينظمها هذا الشارع. ريكاردو نحن عم نشوف معك إذن الشارع السيد شارع هادي نصر الله، الحي الأبيض، الشارع العام بهذه كاميرا عدسة الجديد، وهذه يعني المنطقة يلي هي أقرب للرويس في الضاحية الجنوبية. زميلنا ريكاردو شدي مع المصور. خلينا نشوف الشارع لو سمحت ريكاردو إذا عم تسمعني، خلينا نشوف هيك طول الشارع. نعم انقطع الخط يبدو مع ريكاردو، هلأ بنرجع. إذا كاميرا الجديد تجول في الضاحية الجنوبية. طيب هلأ بنرجع، مش مشكلة دكتور شماس. كنت عم تقول حضرتك بعده عم يسمعنا ريكاردو؟ طيب مش عم يسمعنا، بس نحن بعدنا عم نشوف هذه الصورة إذا مباشرة من الضاحية الجنوبية في هذه الجولة التي تقوم بها يقوم بها مجموعة من الإعلاميين ونظمتها الدائرة الإعلامية لحزب الله. وكان في سابقا حديث صحفي للمسؤول الإعلامي للحزب محمد عفيف مباشرة إلى السرايا الحكومية مع وزير الإعلام. بالأمس عقدنا اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي. كما عقدنا اجتماعا مع المحافظين للبحث في المسائل التفصيلية لمعالجة تداعيات أزمة النزوح. حتى الآن بلغت مراكز الإيواء حوالي 874 مركزا، والعدد إلى ازدياد، وتفيد الإحصاءات أن غالبية الذين يفترشون الطرقات هم من غير اللبنانيين. ونحن نتعاون في هذا الصدد مع مفوضية شؤون اللاجئين التي ستتولى العناية بهم بالتعاون مع وزارة شؤون الاجتماعية، ومن غير المسموح أن تبقى الناس في الطرق. كما أننا أعطينا التوجيهات إلى القوى الأمنية لحماية الممتلكات الخاصة وعدم التعدي عليها، وما حصل من تجاوزات محدودة تمت معالجته. وقال ما طرحناه في اجتماعنا مع المنظمات الدولية هو الحاجة إلى مبلغ 427 مليون دولار لعمليات الإيواء والإغاثة للأشهر الثلاثة المقبلة، وقد تبلغنا الموافقة الفورية على حوالي 200 مليون دولار. كل هذه المساعدات
اتفقنا على أن تمر بآلية واضحة وشفافة عبر الأمم المتحدة على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع كل وزارة حسب اختصاصها. وفي اجتماعنا مع المحافظين طرحوا أولويات محددة للأمور التشغيلية، وسنتخذ القرار بشأنها بناء لاقتراح معالي وزير الداخلية. كذلك فقد قام الوزيران ناصر ياسين وجورج كلاس بجولة استطلاعية أمس على المدينة الرياضية التي ستعتمد كمركز إيواء ويمكنها استيعاب أعداد كبيرة من النازحين. فليعلم الجميع أن هذا الأمر اليوم هو من أولوياتنا. ربما يوجد بعض التقصير الذي نعمل على تلافيه، ولكن كونوا على ثقة أن هيئة الطوارئ الحكومية تقوم بجهد كبير ومن دون أي تقاعس. على صعيد الاتصالات الدبلوماسية، فقد عبرت لكل من اتصل بنا من قادة دوليين وعربا ووزراء خارجية، وهي مكثفة هذه الأيام، عن شكرنا لما عبروا عنه من تأييدهم للموقف اللبناني والثوابت التي أعلناها. والمسؤولية الأساس تقع على العدو الإسرائيلي الذي يمضي في عدوانه وخروقاته وبعدم الالتزام بالقرار الدولي رقم 1701. وفي مطلق الأحوال فإن موقفنا واضح، وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء التي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وألمانيا والسعودية وقطر وأستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا واليابان. واليوم سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وسأتصل بمعالي وزير الخارجية الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق الموقف الذي سنعلنه. أضاف دولته: اجتمعت بالأمس مع قائد الجيش وأعطيته التوجيهات بشأن القيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية. هذا كل شيء. مين فيه؟ تفضلي. رفعت ايد. قديش اليوم بتساعد المدينة الرياضية؟ احنا نعرف انها كتير كبيرة بالحجم، قديش بتساعد نازحين، وهل ظرف قديش تكون حاضر؟ يعني هني كشفوا علي لانه في بالداخل وفي بالخارج، فرح تتجهز وبدها وقت، وساعتها الفريق يلي بده يروح وبيكشوفوا بيقول قديش تستوعب الناس. التعليمات لقائد الجيش بحسب ما يراه يعني هذا الموضوع، بما انه كان في ناس عم بتقول انه اعاده التموضع للجيش اللبناني يعني بمحل معين. افتكر الجيش عمل بيان بهذا الموضوع، وضح مساله اعاده التموضع. انا هون كمان بدي اقول شيء يعني عن الاعلام، انه عم بنحط كثير اخبار سريعه وتحليلات سريعه واستنتاجات سريعه دون انتظار البيانات الرسميه اللي عم تصدر. تفضل. بلا رح يعتمد فورم دو بيروت، كمان رح يعتمد. بالأمس كان في زيارة لوزير خارجية فرنسا. الموقف اللي رح يعتمده اليوم لبنان بالأمم المتحدة هو نابع عن تطور في هذا الموقف السياسي بناء على هذه الزيارات؟ يعني في تجدد للموقف اللبناني ولا لا؟ لا، هو ذاته يعني هو ذات الموقف يلي يعني المبادرة الفرنسية الأمريكية، وعم تتكفى يعني مع الفرنسيين يلي عم يجوا. صرت سائل اثنين. يعني وزارة التيار ما حضرت في الجلسة، مع انه نحن بوضع كثير خطير، وهم يبررون موقفهم انه ما بدنا حكي، بدنا فعل على الارض. طب وزاره الشؤون وزاره، انا من الاول بقول وبرجع بكرر انه هني مدعوين وهني لازم يكونوا موجودين معنا، وخاصه بهذه الازمه، لانه كمان مسكين وزارات لها قيمتها، وهي يعني لها كثير دخل بالشيء اللي عم بيصير. شكرا. وزير وشك على عندكم، تفضل مع الوزير. الله معكم. أول شيء الحكومة اللبنانية عم بتقوم بكل الكاباستي تبعها، يعني بأقصى جهدها لإدارة هالأزمة. ومثل ما تفضل قال وزير الإعلام، أنا كمان بتمنى أنه كلنا نتعاون ونتساعد بهالمرحلة الضيقة، ونضوي على الإشياء الإيجابية يلي عم بتصير أكثر من الإشياء السلبية. هيدي واحد. اثنين، في عندي نقطتين حابب أحكيهم. أول نقطة هي في بلبلة عم بتصير بالسوق، انه قصة ادخال وتصدير، دخول وتصدير البضائع اللبنانية. اوكي، واحدة من القضايا عم يحطوها قصة معهد البحوث الصناعية. لك وين انا معي اليوم، وهلا بدي وزع لكم اياها، على قصة الجداول، انه اليوم نحن عملنا خط الطوارئ موجودة كرمال
دخول وخروج البضائع اللبنانية، وفتحنا بغرفة التجارة والصناعة وكبرنا عدد الموظفين لتسهيل معاملات الدخول وخروج، يعني استيراد وتصدير البضائع اللبنانية. وفي اللي نعملوها اليوم حتى أونلاين، يعني تسجيل ومتابعة الملفات تبعهم أونلاين، وعندهم فيهم يدفعوا عبر OMT أونلاين كمان، وفيهم اليوم يعملوا كمان نوع من التعهدات حسب البضائع وأهميتها، وهيدا بيعملوا تعهد كمان معهد البحوث بتابعها، هيدي لتسهيل الإجراءات على المرفأ والمرافق البرية والمطارات لتسهيل دخول وخروج البضائع اللبنانية. فهيدي بتمنى انه ما حدا يستغل هيدي النقطة التانية اللي حبيت احكيها، هالظرف الاستثنائي اللي نحن عم نمر فيه. نحن حاطين كل طاقاتنا وكل جهودنا، ومعهد البحوث الصناعية اليوم بغرفة التجارة والصناعة بالصنايع ببيروت مكتبه مفتوح على مدار الساعة، وحاطين عملنا فريق عمل، ولا رح وزع لكم اياه بالاشخاص المسؤولين، والمعهد عم بيشتغل وشغال. فما نستغل بضمن هالظروف الاستثنائية اي شيء بعرقل، اما بأخر، اما بيعمل جو من البلبله. فهذا اللي حبيت اقوله. تفضل. لا، هي ما دخلها بهيئة شراء العام، هيدي لتسهيل الاستيراد والتصدير اليوم بهالظرف الاستثنائي. يعني نحن فتحنا المجالات كلها لتسهيل والاستيراد والتصدير تبع البضائع اللبنانية. شكرا. ايه اكيد هيدي اقرت كمان 100%. شكرا. وهيدي اذا بتحبوا توزعوها وين محطوط فيها جدول محطوط فيها الأشخاص. نعم، إذا تابعنا مشاهدينا الكلمات والتصاريح للوزراء بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في السرايا الحكومية، كمان يعني عم نشوف هذه الصورة من الضاحية الجنوبية شوي فرزت هلأ بنرجع لها أكيد، وهيدا الفيديو كمان اللي نشر العدو الإسرائيلي حول دخوله وخرقه للأراضي اللبنانية وعودة الانسحاب كما قال بيان الجيش اللبناني. دكتور شمس، هيك قبل ما تخلص حلقتنا وقبل ما نرجع لجولة ريكاردو بالضاحية الجنوبية، لأنه فعلا كل الناس اليوم يلي عم تحضر أكيد بدها تشوف شو صار بشوارعها وببيوتها، لأنه كل الناس ظهروا من بيوتهم بالضاحية. هيك سريعا اليوم شو عم ينعمل لحتى لتجنب وضع لبنان على اللائحة الرمادية، من بعد ما قلنا لأنه كمان كان عم يسألك حدا هون باستوديو أنه لأنه هيدا بتهم الناس، أنه مين بيقدر يسحب 3 مرات المبلغ اللي بيقدر يسحبه، مش بس اللي بيقدروا يسحبوا 400 دولار، يعني اللي كانوا يسحبوا 300 واللي كانوا يسحبوا 150 كلهم بحق لهم يسحبوا 3 مرات قيمة اللي كانوا يسحبوا بالقبل بشهر هيدا تشرين أول، إذا كان عندهم بالحساب الرصيد المتوفر. أكيد طبعا بيقدروا يسحبوا، ومفروض هلأ يكونوا عم بيقدروا يسحبوا. في بعض اللي مو حسب معرفت، بس أنا بنفسي ما تأكدت، أغلبية المصارف عم تعطي بلشت تعطي 3 مرات قيمة السحب. يعني 3 مرات قيمة التعميم 166 و 150 دولار أو 150. وإذا حدا هلأ عم بيشوفنا عم يسمعنا وراح على البنك وقالوا البنك كان ماني، شو بقله؟ ما في كان ماني، بده يسحبه. هلأ بعض المصارف عرفت أنا نمية إلى سمعي أنه بعض المصارف بعد ما نزلت على السيستم، بعد ما عملنا لها ما بعرف شو، لأنه يمكن ما في عندهم أموال متاحة سريعا أنه أموال جاهزة، ولكن لازم يكون بخلال هالأسبوع كل المصارف عم تعطي 3 مرات للعالم. طيب هيدا خبر مفروض يكون منيح تحديدا لكل النازحين اللي بيستفيدوا من هيدا الموضوع. شيء ثاني، شو عم نعمل لحتى نتجنب نروح على الجريزو على الجريلس اللائحة الرمادية، وكيف عم نحارب اقتصاد الكاش؟ لأنه هيدا واحد من اقتصاد الشروط. الكاش محاربته بمعنى محارب وسريعا مش هين محارب اقتصاد الكاش، لأنه البنوك ما في ثقة مع البنك، يعني ما كتير عالم حبة توثق بعد بالبنك، خاصة مما يخص عملية الدفع للمصارف الداخلية. مع الخارج مجبورة تروح على مصرف تحط مصرياتك ليحول إذا أنت كنت عم تستوردي. فأنا برأيي اللي عم بحاول يعمله نائب الحاكم بالوكالة اليوم أو الحاكم بالوكالة، هي أنه عم يحاول
يخفف من قيمة الكاش بالتشجيع إلى أنه نقدر نتعامل اليوم مع المصارف الموجودة. يمكن هلأ بدهم يرجعوا يمشوا تشيكات بالفريش وماشي، لكن بدهم يزيدوها. في عنا صار بعض المحافظ الرقمية ديجيتال والت على التليفون، فيك تدفعي فيك تستقبلي مصاري بقلب لبنان طبعا بكميات قليلة. قد ما نحن زدنا التعامل بواسطة أموال من خلال مصرف المركزي أي المصارف الموجودة، قد ما نحن خففنا اقتصاد الكاش وبالتالي تجنبنا نكون موضوعين على الجري زون. لكن المشوار طويل. دكتور منصوري وعد أنه رح يحاول كل جهده يخفف من اقتصاد الكاش، وأنا بعتقد رح نتوصل نعملها مع الوقت 6 أشهر أو 8 أشهر ممكن كتير نخفف من قيمة التداول بالكاش بالنسبة للتجارة بين بعض. كنت عم بتقل لي كمان قبل ما نفوت على الحلقة أنه في بعض الأشياء بلشت. نعم، مثلا في عنا اليوم بعض المحافظ الرقمية ديجيتال والتس يلي أنت بتشارجيها بمعنى 200-300 ألف 2000 لغاية 3000 دولار اليوم، وفيك تدفعي فيها، وكثير من التجار صاروا عم يستعملوها. يعني تشارجها وين؟ بتليفونك؟ على التليفون. بتليفونك والتاجر بيقبضها. كيف يعني تدفع هيك بتليفونك من تليفون لتليفون؟ بدي موجوده بكل اوروبا. انت في بلشت بلبنان تنعمل؟ بلشت عدة شركات عم بتعملها، ما فينا نسمي طبعا. ما رح نسمي، بس موجودة اليوم تشوفوا دعايتها على الطرقات موجودة، وأنا بشجع. وهيدي بتخفف من اقتصاد الكاش يلي من الإجراءات اللي عم تنعمل لتخفيف طبعا. لأن أنت هال 200 أو 1000 دولار أو 300 دولار أو 2000 دولار أنت عم تحطيهم عم تشرجي فيهم عم تاخذهم مؤسسة مالية، ووقت أنت عم تدفعي فيهم عم تدفعي ديجيتال، وهالشخص يلي عم يسلم منك بتليفونه اذا كان شخص ام فرد، بدل ما انت تعطيه مصاري تعدي له اياهم على الطاوله عم تدفعي له اياهم بواسطه الحواله الرقميه، وهيدا بخفف من النقد المتداول بالسوق اللبناني. وخاصه انه اليوم سمح المصرف المركزي، طبعا هيدا مراقب بالنسبه من قبل المصرف المركزي، سمح بان يكون في شو اسمه ديجيتال والتس، يعني هيدا بالعمله الاجنبيه. نعم. طيب، هلا في حدا بعث لي على تليفون انه في بنك مثلا ما في، انا قلت نمية الى سمعي مثل ما هلا عم تقولي بعد المصارف انه لا نحن بعد ما بلشنا، بس انا بعرف كثير من زملائي واصدقائي واللي نزلوا وسحبوا وعطوهم، حتى يلي ما كان لازم يسحب او بيقدر يسحب اول شهر كان دوره بنص الشهر او باخر الشهر عم يعطونه في ريليس لهالمصاري على المصرف المركزي عمل ريليس. نعم، عم بدقوا العالم، عم بتقلي مخرجتنا نانسي كوكاز العالم عم بدقوا على التلفزيون عم يسألوا شو عم يسألوا يا نانسي، التعميم رقم 158 إذا خلص؟ إذا خلص كيف بعدين بيسحبوا مصرياتهم؟ هو ما خلص لا، التعميم جدد بأول تموز لأول تموز على سنة، في تجديد هلأ لأول تموز أي سنة؟ 25 يعني بلال 25، ولكن هلأ بهيدا الشهر صح؟ خليني يكون كتير دقيق. يلا، اللي سحب 3 مرات هو فقط لشهر تشرين أول أكتوبر، مش لكل شهر. أوكي. يعني جوابا على هذا السؤال، عم نقول أنه عم بيقول دكتور شمس التعميم رقم 158 هو ممدد لتموز 2025، يعني بضلوا العالم يقدروا يسحبوا المصريات إذا عندهم رصيد. إذا عندهم رصيد، ولكن بشكل استثنائي طلع تعميم وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان اللي هو لهالشهر هذا وبشكل استثنائي. شو رقمه؟ 166؟ لا، ما بعرف رقمه. ايه؟ بيشمل التعميم المستفيدين من 166، يعني اللي بيسحبوا 150 دولار. نعم. وبيشمل المستفيدين من 158 هني اللي بيسحبوا 400 وبعدين ضاف لهم ناس بتقدر تسحب 300. بيقول هالأشخاص هيدولي يلي هني مشتركين أو مستفيدين من هالتعميم بحق لهم يسحبوا 3 مرات قيمة سحبهم. يعني اللي بيسحب 150 دولار بصير يسحب 450 دولار. هالمرة بس استثنائيا مرة واحدة، عم نجاوب الناس اللي عم بدق، 400 دولار 1200 دولار و300 دولار 900 دولار،
يعني لمرة واحدة فقط في شهر أكتوبر، وهيدا التعميم اللي صدر عن مصرف لبنان بهلأ بأكتوبر ممكن أنه يساعد الناس يلي هي هلأ ناسها على الطريق. نعم. ما عنا بعد تأكيد إذا هذا التعميم الاستثنائي اللي صدر لشهر أكتوبر رح يرجع يصدر لشهر تشرين ثاني ولا لا. وأدعو السلطات النقدية في لبنان أن تعيد النظر بأنه ما يكون بس لمرة واحدة فقط، لأنه اليوم نحن عندنا مرحلة نزوح مثل ما شايفين. أيه. أدمين على إعادة يعني. وكمان هيدا نداء منك ومني أنه للناس يلي بيستفيدوا من هيدا المبلغ من هيدا التعميم. نعم. أنه إذا نزلتوا على البنك والبنك قالكم ما بيقدر، بده يقدر اكيد، مش ما بيقدر، في تعميم بده ينفذه. أيه. بس هني البنوك كيف عم تربح وقت بعد ما نزل على السيستم، بعد ما عندي عليكم طبعا الموظف ما خصه يعني. أيه. احنا وقت من يعني انا هلا بس في مشاكل بالبنك. لا 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 ما لازم، لانه الموظف ما قدامه سكرين بيكبس كبسه، يا بتقول له ايه يا بتقول له لا، مش هو اللي عم ياخر. بالعكس تمام، بالعكس بحييهم كلهم لموظفين مصارف للي اليوم عم بينزلوا وعم بيشتغلوا وعم يعرضوا نفسهم كمان مثلنا ومثلهم للخطر. لكن إدارة المصرف المركزية لازم تعمل بشكل انه اذا كانوا هني عم بيعتقدوا عم يحاولوا يقولوا عم ايه بعد ما نزل على السيستم، لا لازم ينزلوا، لانه العالم هلا بأمس الحاجة لهال ليسحبوا من مصرياتهم. في سؤال هلا انا ما كثير فهمته بس رح لك اياه، اكيد انت رح تفهمه. يعني هل سيطلب من المودعين تحويل اموال اضافيه في ايار ليقبضوا الشهرين الاخيرين حزيران وتموز؟ كيف يعني كيف ايار؟ ما بعرف، ما بعرف ولا انا. بس هلا بس اذا حدا نزل على البنك اليوم ولنفترض بحق له يسحب 400 دولار وعنده لنفترض 1000 دولار كان بالحساب، يعني مغطى هالشهر الشهر الجاي، واجى تعميم بده يسحب 1200، بيسحب 1000 وال200 بده يرجع يحولهم من حسابه يلي هو عنده اياه. وشو بيقول لك البنك؟ خليني انا اشوف اتاكد اذا بحق لك يكفوا لك ولا لا، لكن الشيء الاكيد اذا عنده 1000 بيسحبوا ال1000 هالشهر هذا. هو عم بيقول لانه رح يكون قبضوا 3 شهور بتشرين، ما خاص لا لا مخص لا, لا, لا بيقبض تشرين، يعني بيقبضوا بتشرين 3 شهور وبيرجع بتشرين تاني بيرجعوا بيقبضوا ال 400 او 300 او ال 150. ما دخل. نعم. ما دخل هذا الموضوع. طيب بكل الاحوال كنا نحن بعد عنا دقيقتين يمكن قبل ما نخلص. هذا البلد قديش ممكن يستمر كاقتصاد عم نحكي من هيدا الاجراءات كلها قبل ما بعرف انه ينهار اكثر من هيك؟ ما لا ما في ما, ما أنا في انهيار. لا انا ما بآمن ابدا بنظريه الانهيار. صحيح نحن هلا بوضع جدا صعب حساس، لكن اهم مقوم للاقتصاد اللبناني هو وجود المغتربين اللبنانيين برا اللي بحولوا لاهليهم، رغم كل اللي مر علينا بلبنان. نحن بفتلنا بين الخمسة والستة والسبعة وقت 10 مليار دولار بالسنة. شو بدي بالسياحة وغير سياحة؟ في رمتنسز، في تحاويل بتوصل، ويلي هي بالأساس مخلي الشعب اللبناني يصمد قدام كل هالعواصف اللي عم تمر عليه. طيب هون عم بيقول دفعوا بس دفع شهرية، ما دفعوا 3 أضعاف، وجواب الموظف كان انه الادارة بعد ما حولت مصاري. بس نحن اللي بدنا نقوله، اللي عم بيقوله دكتور شماس انه الادارة هي مجبورة ترجع تحول. طبعا المصرف المركزي عم بيدفع نصه. طيب واذا دفع واذا اوريدي دفع مثلا قبض 400 دولار بكفوا له 8 بينزلوهم بالحساب، بينزلوهم بالحساب للكل، عطينهم كروت بالحساب. والاكيد انه لانه المصرف المركزي هو مأمن نص هذا المبلغ، فما عنده المصرف اي حجه لحتى ما يعطي هذا المبلغ للناس. شكرا لك دكتور شمس على هذه الله يحمي الجميع على هذا الحوار. الله يهدي البال، وهيك ان شاء الله يكون يعني نقطه شو بيقولوا حجره بتسند خابيه. والله ما هيك ان شاء الله يكون الله هيك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نحن بدنا نتوقف مع فاصل اعلاني قصير، من بعد هذا الفاصل مباشره بدنا نفوت بنشره الاخبار الظهيره.